روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكر له أبو سعيد ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هي الحمد لله رب العالمين. ومن الفضائل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن أن الله عز وجل سماها في الحديث القدسي صلاة. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي، وفي لفظ: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وتسمية الفاتحة صلاة له فائدتان، إما لكونها من الصلاة اللغوية وهو الدعاء، ففي الفاتحة دعاء جليل عظيم هو جامع لخير الدنيا والآخرة، حينما يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحين ذاك يقول الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالفاتحة صلاة ودعاء مستجاب. قال ابن المبرد: احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه ما قرأ أحد الفاتحة لقضاء حاجة وسأل حاجته إلا قضيت. والفائدة الثانية أن الله تعالى سمى الفاتحة بالصلاة لكونها من الصلاة الشرعية، والتي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيكون من تسمية الشيء ببعض أجزائه. وقد قرر الأصوليون أن تسمية الشيء بجزئه يدل على أن هذا الجزء ركن فيه، فلا يقوم غير الفاتحة مقامها في القراءة في الصلاة. فإن كثيرا من أهل العلم على لزوم قراءتها في الصلاة، وخصوصا للإمام والمنفرد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثة.